الرحيم. هل غادر الشعراء من متردم؟ متردم يعني كلين، يعني شتي كباسي لينا كرابي باشا. على آية الشعراء بجيان هي شتوى متردمي، يعني الموضوع كان بجي هي شتوى كأوان باسي يعني أنا كذبون بيغيم. أم هل عرفت الدار بعد التوهم أو أميت مني أهم زي استفهام اللي قال بلى، يعني إذا وقر الشعراء شيان نكروية شيان كردوة أبل. هل عرفت الدار بلكو أبل يا بل أهل بل أعرفت الدار أو آياتو ما لقد بناسيوة عرفت الدار بعد التوهم آية لدوي التوهم ما لقد ناسيوة بلين مالي أو مالي معشوق حالبي لدواي توهم لدواي اللي يقنبون ناسي وتتوى همزة دواي ولا يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعيني صباحا دار عبلة واسلمي أي داري عبلة خانم كلا جواء داي جواء ناوي شوينك تكلمي قصرك وعيني صباحا صب خير أي يا دار عبلة يعني يا دار عبلة صب خير واسلمي يا أخوة بسلامتي بمينيتو يعني هذه الروح عندنا بدواتها نية وعيني عيم عيم العيم فعلي أمره يعني عيم صباحا بور معناه الصبح خير بك علي أبل يعني الصباح الأصل العيم صباحنا أنا غيري حزقري يعني الصبح بخير. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلومي باشا علي من لوي للا او معلم واشتري كم ويسان شو اشتري كأنها فدن واشتري او نزل بو او قصر وكوشكا بوشي ليوا او ميسان لأقضي حاجة المتلومي تاجي بجيبك من يازي او كسي كمتلومة يعني متمكسة يعني ماندقارة لو شوينا كما بس شخصي خويتي. وتحل عبلتو بالجواء وأهلنا بالحزن فالصماني فالمتسلمي علي باوة أم فاصلة دورية زورنا خوشة عبل خان لجواء داية وبلام أهلي إيما لحزن الصمان ومتسلم داية كناوي شندانا شوينة يعني دور اللي هو حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم باشا حييت لتحية وديه بعدين جاء أمجارة يعني يا أخوة بشي يا أخوة بشي أي طلل يك من طلل يعني أي طلل يك تقريبا هو توزيحي أو اشتادا كتيوت وبشي شاكا طلل يعني آثاره طلل يك يواك تقادم عهده كزمعني زوري بسرا وزرا وقديم بوا كيف حالي وايا قلالي كصفتا لقوايا أقوى وأقفر يعني شول ويران بوا أقوى يعني شول بوا داي أم جارتن قوامنا شول وانيا وأقفر يعني مثلا بأولا وروشد كوتوا حالي لكي ويلهات أم قلالا يعني خييت من قلال أقوى وأقفر بعد أم الهيثم يا تقادم عهده فلليك تقادم عهده وصفة وايا أخوة وأخفر لدواي أم الهيثم تكشوا جاء قالك يا من يا أخوة زندو كريتوا شنت عمنا حياة بخشينا يعني بقرد بودو خقي جهران حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي الطلاب كبنة مخرمي أو أمي هيثم ملك يبو أو قبل حالبي لأمي هيثم وعيا شاكا على حلولي وجاجر ولا أرض زائرين زائرين للزائر ودي الزائر يعني نري شير زائر حالبي يعني أو لسرزوي شيران أبوه ولا فأصبحت عسيرا علي طلابك ابنة مخرمي باشا فأصبحت أيتوش فأصبحت عسيرا خوش فأصبحت طلابك أو علي
كلاب وشبنة مخرا فأصبحت عسرا يقول لي أو دستن كود لي يا مثلا كوت ناو سختية وآوة باشا بلا دادوا أم جملة يعني علي طلاب كبنة مخرم أي كشكي مخرم لسر من بيشوي الكوتنو بدواداتوني توبو بياكر ذنو آوة يعني مثلا بقرن بدواتا كبمري بياتك أو أبو عبدتي شطت مزار العاشقين فأصبحت عسرا علي طلابها ابنة مخرم هذا أبو جوريه هنا ويجو النسخة الكرينية أو وطلابها مرفوع به أو شاعر أو شعري بعدي كنك أو أقول فأصبحت عسرا علي طلابك يعني أو طلابو أقول فاعلي أصبح به يعني اسمك به يعني تيجي تأنيس به معناه ليوا تيجي رنسي شن طلاب ما قال بلاي إذا طلاب معناه مطالبة بقري كمطالبة تأنيس تيايا قلت أواي معناه كينو قيناك حلت بأرض الزائرين فأصبحت طلابك عسرا علي يعني بدوا ذا شونيتو مطالبيتو بو من جران توابو شاكا ابنة مخرمي أي بشقي مخرم هاو هاي زي مشكلة نيخو بالي بالي ذكر غاية سنة تلابك فخات بالي كي له العرب ترجع من الغيبة إلى الخطاب أمجع رشي علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي من هذا تمشي علقتها علقتها يعني شي يعني خوشويستي كوتا ضرما وكيوا بستبو حالي كيوا بستبو بشويكي على زعمي ديني اكتوبر حالي يا مثلا على عرلا معناه كانت عرلا عرلا من الأعراض اعترضني من غير أن أطلبه اكتوبر اتفاقي بتوري اتفاق هلا ويا أختي قبل اتفاقا ولا سعشق كوت الناو الظلمة وبيوا بستكرا أمجد حارك يا وأقتل قومها من قومي أو أكجم باشا زعما لروي وهمة ومثلا من ديال قومي أم أكجم لعمر أبيك بسري بابد ليس بما تعني حاربي زعمي في خراب وزعمي من بردم أو مثلا محلي زعم نبو ندبو من زعم من لواعك الدعية لعمر أبيك لغلق سلاك على في عاشم من جلال الزعمان لعمر أبيك اقسموا ايك كجرته ولي وعود الله الزعمان دو قوليك ايك اني احبها واقتل قومها فكان حبها زعمان مني فزوى الزحمة يجنيوا اما قولك ان ابا عمر الشيباني قال يقال زعم يزعم زعمان كإذا طمع يعني طمع بيدي فيكون على هذا الزعمي اسما بمعنى الزعمي وقال ابن مري معناه علقتها وأنا أقتل قومها فكيف أحبها وأوي شون بخوشن بيو أمان وأنا أقتلهم لحالك من أي كجم يا شون يندو كجم لحالك من أي خوش بيت ثم رجع مخاطبا لنفسه فقال زعما لعمر أبيك ليس بمزعم أي هذا زعم ليس بفعل مثلي والزعم الكلام يعني قفاك باشنية بأردجنية باش يقال أمر فيه مزاعم يعني أما أمرك يوانية كشن بوع وبالزعم تيعني كانت الزعم بكار ماهي لأن هذا حالين أما كوتي زعما لعمر أبيك يعني أما زعمية أما حبة خوشويستي من أبو أو لحالك من بين كسوكارك يبكجم كبسري باوكيتو ليس بمزعمي حالبي كأمان لفاجي زعمنية يعني ندبوا من أو كلام كذعي هذا يقول هنا بينا وش الحكي بزاني أو شي وتولي لخبر بعد قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعم خالبي بابا أغي لروي تصادف اتفاقي وفي علاقة من بو لحالك من تايفك أكجم لجنجا أم كشت
لا وقتي الشرع ظلام لو كانت جا من بويسالي أو تمعم هي بحياتي باوكي تو جي تمعني قلت أو زعمني تام تمع حالو لا يعني زعمني يعني تمع أو جالبا حالو أنا فهد حال فهد حال كاتم مزعم يعني محلي تمعني أمر قد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم يعني أو فلا تظني جاري مخوانا له قد نزلت مني بمنزلة المحب المكرم يعني تقول لا يعني من نوا جيغي كسيك قرتوتوا كخوشويسي لا سربي يعني محبي محبوب به وهل وها مكرم يا رياض جيراو به يعني آيتا تولى لايمن بمنزلي محبي مكرمي فاز أي خان مكة فلا تظني غيره مفعول دوامي محذوفة يعني فلا تظني غيره واقعا أو أي كمن وتمهر أو أبشي بفكرته غيري أو بواقع مثلا حالبين كيف المزار وقد تربع أهلها ذي بعنيزتين وأهلنا بالغيلمي مزار شون زيارة الإمكانية أوان ملاقات من بيكو لحركة باشا قومي أوان يعني أهلي أو خانمة باشا بهاريا لعنيزتين عنيزتين بردوة الصار كنار شوينيكا وأهلنا بالغيلمي وخانوا ذي إيما تربعيا لغيلما كردوا بهاريا لغيلما بردوة الصار غير معنزة أو هم وليكوا فاصلة عليهم إما شون بسوان يقوم بيدي ويشيش نبوه بمبايلة الحالي كنا دي إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم أقر تو قرابة تسميني جابو نواد قلت بيو يكسر لمن جابي توا فإنما زمت باشا ركابكم ركاب جمعي ركبة يا وشتركان يا جمعي راكبة يا وشتركان زمد ركابكم هنا او حتما وشتركانتا بشوي تاريكا هوسار كلاون بو او يكبرونو او انا حالبي واتا كاري كاري كي باشت تسمي باشتا نغرتوها وكو بغي كاري كتان كويرانيا اگر تسمي قاطع لسر جايبو باشا بابا أمزاني أو كبر أمزاني إن كنت أزمعتي الفراقة فإن بلى ما وابو هل أمزاني وايا شن فإنما زمت ركابكم بليل مظلم يعني واشتركات أن بشوي تاركة هموها وصار كرابون حاربين يعني يا بسرابون وآمادة كرابون بوا زمت بالزمام وديبوها وصار كردن مناسب له يعني همو آمادة باردنان كرابون أو بلى إن كنت أزمعت الفراقة أجر تسميني بلى فراق جلوه زانيوما أو زانيوما لأصع جزاك أوين كو زانيتشن فإنما زمد ركابكم بليل مظلم ركابي قبيلي أولا ليل مظلمة عمالي روشن بوا ما رأني إلا حمولة أهلها وسط الديار تصف حب الخمخمي مني نترسان مقر وشتر باريكي أهلكي أو نبيك وشركة بعد اللي نزابو أو إذا كده أبو لوسط يعني لنا وراستي ديارة كده يعني منزل مأوى كده أبو تصفو يعني أي هاري وردي أكر حب الخمخمي داني جاي خمخم كداني جاك داني جاي خواردو أمانا نشاني أو أبوك معمول أو داني جاينا لكاتك كبو سفر شوبيت كردوانة برولاخ ماشا در وسط منظور که دانه گیاه خیمخیم را میخورد چون دانستم که گیاه تر در چراگاه تمام شده است به واز زنیم که او گیاه خیمخیمی اخوار باید با بو تو زنیم دو گیاه تر لورگه که تواب بو اینو برون بگوزنه متوجه بود چون اصلا با محله کتر با پیاه کردنی مرتح اما اجوای او اگه نکتوا أجاء شعرنا مثلا قد نزلت فلا تظني غيره ولا شواهدها هي شايف ما خلدون أمجر أمشيان فيها 42 حلوبة تنجم هرخوان ده
سودان كخافية الغراب الأزحم فيها لودا هيا يعني أو حمولتها مو حمولك أشيث واديان شلودو دانا وشتري دوشاني كجشتيان رشن كخافية الغراب الأزحم وكو بري قالوان رشي زور رش أزحم يعني أسود يعني سياحي متوجبين خوافيش أو كانت جمع خافية بو فراني أو إنك عابة جير بعضيو أشيت من بعضي الله متوجبون بعض فيها هاكي يقول فيه بحبو ليلة وراس هذه من خلال من لك جاء نكاتا إذ تستبيك بذي غروب بذي غروب واضح شاكا بالي عذب مقبلوه لذيذ المطعم اما اوكاتيا كتوان بديل اقلت باشا توان بديل اقل لكويدا بشيان بشي بديل يعني اقلت بذي غروب غروب جمع غربة غرب يعني تيجعي واتبا شمشيري تيج كشمشيري تيج كواضح كوازحبو كعذب مقبلوه كمقبل او شيرين يعني شوينا ماشي او شيرين هو لذيذ المطعم باشا وشويني خواردني او لذيذ بو فلما تجام اما تستريكي تذهب بعقلك عليه سباه الله اي غربه الله وغرب كل شيء حد وين تيجيكي اها واراد بثغر في غرب بلا بلا اذ تستريك او هنا بو هنا شي بو شمشيرنا شي توا او ذيه صفتي ثغرة ثغر يعني ديان ديانة كداراي غربة داراي غروبة يعني داراي تيجعية داراي نوكة واضح واضح يعني رون وعشرايا عذب مقبلوه أو شويني يعني شويني أو ثغرة أو شويني كماش أكريلي عذبة يعني شيرينة أو يعني حالبي كانت الليوي لذيذ المطعمي أم جاء صفتة رواية لذيذ المطعمة يعني تامي خوشي هي لذتي خوشي هي جاء أم جارة بغل على أي ضغة من لقل ضغي خويتي استستبيك شاكا أي ضغة خفت من لويا لم دوريارة حالبين أم دوريارة وقت يبقى تو تويب دمو دياني تيجي في شيرين بو سقع يعني كجيغي ما شكي شيرينة ولا زاد بخشي خوي أسيري خوي كردلك أوه كواتا إذ تستبيك كواتا أعوى ترسي أو مهيا آلواء أسواني لا سياق وريقري ترسي أو مهيا زمانك بأم زماني دورية يا بعبارة أم زماني روشتني أوانا وقتك كتوي أسير كردوة أو خانما بشي توي أسير كردوة بثغرين بثغر يعني بديانة كأو ديانة ذي غروب داراي كيجية باشا أمزارة واضح يعني عشرة يعني سبية باشا سبيو تيجو سبيكا عذب مقبله بوسقاكي شوين ماشكي شيرين لذي ذي المطعم تامو بوني خوشة طعمي خوشة خلاصة أترسم أبوه توي أسير كرد بيت يعني أترسم وقت الروش به يعني وقت الروي كتوي أبوه أنا أسير كردوه حالبي وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم وشاهد فارة بمعنى شتيب خوشة حالبي فارة رأيت شخد من باقل شاكا فارة فارة نافي مشك ناوكك حالبين بلى بلى جاء وكأن فارة تاجرين يعني وكو مشك كتاجر أيهنة كأيهنة بشي بقسيمة يعني بها أو فارة تاجرة بقسيمة كقسيمة يعني رجوان لقسامة ودي بمعنى كسيك جوان رجوان علي أو مسكي كتاجر أيهنة يا يعني بعبارة أو ناوكي تاجرة أو ناوكا يعني أو ناوكي كمشككي يدرس به علي أو
وكت معمولا تاجر أيهني علي هذا أفريقيا كي جوان وك سبقت عوارضها إليك من الفم حالبين ديك أو بوخوشا هاتوا برولايتو برل عوارز أو يعني مثلا برل ديانا كاني أو برل ديانا كاني أو بلا وهات ملايدني لدمي وهاتوا يعني مثلا قريكي بلا بواني دمي خوشا حالبي علي وادي على واتوا أسير بيو أمانا علي مشكي دمي أو خانم جوانا باشا برلوي كعوارزك يعني برلوي كتوشاو بديانا كاني بكوي ديانا كاني لتورو بروبي علي بوني دمكي بلاواغي وتلايتو علي او مشكي كالدني ولي بلاوا او لدمي وهات وولايتو او حالي بايسا وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت يعني فاعلي سبقت وفارت شيء عوارض الجمع عارضة بمعنى ديانة حالي وتأوان بري كوتنة بر ديانة كان يو بولايتو لدم واني أو بوخوشة كأنما أولي وهاتو بي وتأذي وتوجبي زين أم شوني معنى كردوا على نافي مشكي عتاري عتار كأو تاجرك عتاري شن مثلا عتاري تاجري عتري يعني كسي كعتر خريدو فروشكا بابويا خوشي زني زيبا لقلعو بوي او لا دمي او برل ديانا كاني او بوتو بلاجو سبخاتي كردوا يعني قبل برلوي برل ماشي ليو دم بو خوشكي لقل امارو برلو ابو ديب ولايو امان هاوش دي ام جارة او روضة انوفا روضة او روضة انوفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلمي باشا او روضة باشا انوف يعني قلزار يعني باخشي دزين دراو يا باخشي كي دزين دراو يعني بشيلة تركيبة بار وان شعري بازدية أري معناه كأن ريحها ريح مسكين أو ريح روضة لأخوة ما واهيني إخرافي نوسي ما نوسي لك أشياء دوابية بو قرار بي أشياء روضة أو روضة أنو فين هذه أول إخواني نوانيا يعني أعمانيا كأوي كأن ريحها ريح مسكين نيلا كأن فارة تاجرين أوف كأن فارة تاجرين بقسيمة سبق هذا وخبرك يأتي وهلوا كأن بعده وابي بين أبو عارب عشته رولة أنوفا تضمن نبتها تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس نه بعده عليه يعني كأن فارة تاجرين عليه رولة ديشي يا ريح رولة أنوف أوى قال لهم قبل شيء يقولون المكان المطمئن يسمعوا إليه فيكفر نفسه ولا يقال في شجر الرولة الرولة في النبت والحديقة في الشجر ويقال الرواض المكان إذا صار فيه والأنوف التام من كل شيء وقيل وأول كل شيء وقيل استأنفت الأمر والغيث المطر والمعلم والعلم والعلامة واحد والمعنى أن هذه الرولة ليست في موضع معروف فيقصدها الناس للرعي فيؤثروا فيها ويوسخونها وهو أحسن لها إذا كانت في موضع لا يقصد فالأمجان قوله أو رولة منصوبة لأنها معطوفة على اسم كأن فتأوي تركيب أوريس صحيح نهو ويجوز فيه الرفع على العطف على المضمر الذي في سبقت يعني أو الروليات فيش أو هنا كوتا فيش ديانة ثاني كوتا الروبكا وحسن العطف على المضمر المرفوع ديانة الكلام قطان لا ترى من الله كواتا أمي ديتو أو سرأوية أبو الشيوة على ديتو شيوة كأن رولة أنوفا
يعني علي باخشه كي دزن خرده كصفتي ويا باخشه دزن خرده تضمن نبتها شاكا جياي او باخشه لزيمني خوي قلتوها غيث يعني باراني كصفتي بارانك ويا قليل الدمني هذا كم سياحة واشتكي هوايا ليس بمعلمي على مدارني هو هاي سرقين الزبالة ها لونية خليل الدمني كم يقودي تيابي واديار ليس بمعلمي ولا نشان دار ومعلوم نبي فلما يقول ذاري دزن خردك يباراني بدون سرقين الزبالة عن ذا للبرق رفتا أست حالبي ولي أم قليل يوتودي نيوتا بدون يهوى غيث زي قليل الدمني أوت. تلاشى يعني كود حيواني. دمني يعني أوى. تلاشى بارانك كبارانك خليل الدمن بي يعني كود حيواني كم لقاوية كم هي لقاوية. ولأم قلتك حمك سنفي. يعني بارانك وا ككود حيواني لقاوية بي. تلاشى أو رولة أمجوان ترى. أو روضة أنوفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلم أعوى يا باخشيك وتك أن روضة أنوفا يا باخشيك باغيك دزن خردة مثلا قولك عني بوجو نبو هيك تضمن نبتها كزمانتي ياكي أوي كردوة بارانيكي بيديمن يعني بارانيكي بيكوز بيشياك وامانة كليس بمعلمي حالبي كعلامتي في وزيارنية يعني علامتي ديمن فهذا أقل قليل ديمني يعني كميك ديمني لقلة ولي معلمني ديارنية زي ما شوني متجمع يا قول زالد ازن خده كباراني بدون سرقين وزبالة انزا در برقرفتا است ومعروف شناخته نيست شون بارانش خالص و بدون سرگین بوده از بوی خوش آن کارته نشده است از این چون ناسراونیه معلمنی یعنی علامه دارنیه خلق ناتن هیرش بیر نسری بوجو نبوه معنی اوه یعنی علامتی دزخورده و امانه پیوانیه کسانی هاته تسری و چون شنافته نیست حیوانات بران دزنی هفته و در سر سبزی و شادابی و بوی خوش آن نقصي روينا لا دأست أها فهذا يسمعنا كيف شو نخينو أو روضة يعني كأن الروضة أنفا باشا يعني كأنما باغيكي دزن خردة تضمن نبتها غيث قليل الدمني باشا جياكي أوي لزمني خو قرتوا يعني جياكي أوي لخويا جيا كردوا توا وقبلي زامني جياكي بوبي واتا جياكي أوي دسبر كردبي شاكا شي جياكي أوي دسبر كردبي وشو بيتا زامني غيث بارانك كصفتي بارانك وايا قليل الدمني حالبي يعني كودي كمي لقالا يا هر كودي لقالنية كايت زيارة أم جيايا أو نبتا يعني أو جيايا ليس بمحلمي معدب نية يعني جي نشان نية نشاني في وديار نية ككسية كتر لو بر دسكاري كرد دي واسا دسكاري نكلاوة اوان يعوه باوه جل كردية اوان يعوه ياري اكم اوه ياري كز نوي ليموي نجاكيا زغي دس نوي متواجبين كما بيسن ديرا Well, folks.